بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بتوفيق الله تعالى نحن اليوم في الجلسة 15 من جلساتنا لدراسة كتاب الموافقات، وخاصة منه كتاب المقاصد. وقد رأينا في المرة الماضية تقسيم الشاطبي للمقاصد الشرعية إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، وفرق بينهما بمعيار يكاد يكون خاصا به بغض النظر عن مدى قبوله، وهو أن المقاصد الأصلية هي ما لا حظ فيه للمكلف أو ليس فيه حظ عاجل للمكلف، أي ليس فيه، بعبارة أخرى، ليس فيه مصلحة دنيوية عاجلة ومباشرة للمكلف. هذا ما يعنيه، لأنه رأينا أيضا أن ما ليس فيه حظ عاجل بالقصد الأول يحصل فيه الحظ العاجل بالقصد الثاني، أي من خلال المقاصد التابعة. ولكن من حيث القصد الأول للمكلف في المقاصد الأصلية لا يكون طالبا، ولا يجوز له أن يكون طالبا فيه لحظ عاجل من خلال تلك المقاصد الأصلية. ومن أمثلتها في فروض الكفايات، في فروض الكفايات الولايات العامة، وفي فروض العين العبادات، فهذه لا يصح أن تطلب بها مصالح الدنيا المباشرة ابتداء. هذه التحفظات كلها ضرورية، لأنه تبعا تأتي المصالح الدنيوية والفوائد الدنيوية والمردودية الدنيوية، لكنها لا تأتي بشكل مباشر، لا تكون مقصودة بالقصد الأول، ولا تكون عاجلة ومطلوبة طلبا أصليا للمكلف. أذكر بهذا لأننا كما قلت مستمرون مع هذه القضية، وهذه القضية أيضا هي استمرار للمسألة الأولى في هذا النوع. المسألة الأولى رأينا هي أن الإنسان إما شرع وإما هوى، هكذا يجعل الشاطبي تصرفات الناس وإقدامهم على أعمالهم كلها إما هوى وإما شرع، ولا واسطة بينهما. هذا تقسيم الشاطبي، ويعني فيه ما فيه من تشدد كما رأينا. إذن كل شيء إما هوى وإما شريعة، إما شرع. والشرع إما مقاصد أصلية وهي المصالح الأساسية للبشرية، للجماعة، للفرد أيضا، وإما مقاصد تابعة وهي حظوظ هذه الدنيا ومكاسبها ومصالحها. وكل هذا مضى في المسائل الأولى والثانية والثالثة. المسألة الرابعة والتي نراها اليوم ومعها أو بعدها المسألة الخامسة، يستمر في آثار وتطبيقات ما تقدم ومزيد من التفصيل لما تقدم. نعم. عندي سؤال على آخر شيء في المرة الماضية. نعم. ممكن ولا خليه؟ تفضل. لما قسم حظوظ المكلف بالنسبة إلى الفروض، قال إنه قسم لا يعتبر فيه حظ المكلف القصد الأولي أبدا، وقسم يعتبر، قسم يتوسط وكذا. هل هناك ضابط؟ لأنه فقط أعطى أمثلة. هل في ضابط؟ هل ذكر أحد الفقهاء القرافي مثلا أو الأجماع السلام ضابط لهذه المسألة ولا ما في ضابط؟ مش لا يحضرني. لأنه يعني المسائل المتداخلة والأمثلة عندما تكثر هيكون فيها صعوبة في ضبطها. هو توضيح قد يكون ضابطا، لكن هو أن الأمور التي
يقصد بها أساسا العبادة والقربة والتواب الأخروي. ما يكون هذا شأنه هذا لا يطلب به الحظ العاجل، وما ليس كذلك أي ما يكون الأصل فيه طلب الحظ العاجل فهذا ما ليس عبادة، ما ليس القصد به الأول العبادة. العاديات. العاديات نعم. طيب. بس مثلا الأذان وذكروا تتجاذب الأمرين، وذكر الولايات لا حظ فيه الإنسان أصلا. لا هو طبعا ذكر الأذان وبعض الوظائف التي لها أصل في الدين، ولكنها من حيث ممارستها تصبح مهنة وتصبح نوع من الصناعة، نوع من التفرغ المهني لها. هذه التي قال يتجاذبها، من جهة هي مأمور بها على وجه التعبد والقربة وطلبا للآخرة، ومن جهة أخرى الواقع فرض أن تتحول إلى مهنة وصناعة، وكما قلنا تدبير أمور الزكاة الآن تحتاج إلى خبراء ومتخصصين في المالية وفي الإدارة وما إلى ذلك. فهناك الجانب المهني الصناعي الاحترافي، وهناك الجانب التعبد، هذه من هذه الناحية، لأن الإنسان قد يأتيها بالنيتين معا، وقد يأتيها بإحدى النيتين، وإحدى النيتين قد تكون هي التعبد، يقول لا أنا ما دام الأمر يتعلق بالأوقاف وبالزكاة أنا متط، وقد يأتيها بغض النظر عبادة بالنسبة لك أنت، أنت المتصدق أو الواقف أو كذا أو كذا، أنا هذه مهنتي، أنا مهندس في كذا، أنا في إعلاميات في كذا، أنا هذا شغلي. فإذا هو يأتيها، وقد على كل حال في العمل الواحد يجتمع الزاويتان. فيبقى أن الفاصل، طبعا الفاصل عند الشاطبي هو ما كان مقصدا أصليا أو مقصدا تبعيا، ولكن هذا عليه يريد سؤالك أيضا، كيف هو فعلا ما كان وضع للتعبد أصلا في الشرع، ما وضع أصلا في الشرع كقربة وعبادة وعمل ديني أخروي، هذا ما لا يطلب به الحظ الدنيوي حتى لا يضطرب أمره ولا يتحول إلى رياء أو ما إلى ذلك، وما لا يوضع وما لم يوضع على سبيل التعبد، ونحن سنكون معه اليوم، يمكن أن يجعله صاحبه تعبدا ويمكن أن يبقيه على سبيل العادة. لماذا هنا وضع الولايات العامة وهي يمكن أن تكيف على أنها مهنة برضو، يعني وضعها بأنه لا ينبغي أن يكون فيها أبدا حظ الإنسان؟ لا، هي الأصل فيها أنها مصالح الدين تقوم عليها ومأمور بها دينيا، ولكن هي بعض، وليس الولايات الكبرى والأساسية، لا، بعض الوظائف فيها فعلا قد لا ليس أقل من الصنف الذي قال تتجاذبه. فإذا مثلا وظائف عليا كما تسمى، وزير وأقل من وزير، يعني فعلا الإنسان هذه مهنته، هذا لم يطلب رياسة ولا إمارة، هذه مهنته. أصبح فيها وجاهة وحظوظ كثيرة هذه الولايات، بالعكس. نعم، أصبح فيها حظوظ كثيرة لهذه الولايات العامة. لا، الحظوظ طبعا هو يقول هذا غير مشروع، هذا هو محل كلامنا، هذا غير مشروع، طلب هذه المكاسب سواء كانت نفسية أو اجتماعية يتجرد، إذا جاءت عارضا وبغير قصد فلتكن. وهو يقول لا بد حاصلة، بل حتى الصلاح في العبادات وفي الإيمان له مردودية. الإنسان في نفسه أن يكون شاعرا بمكانته، والناس أيضا يخدمونه ويتسابقون إلى احترامه وما إلى ذلك، لكن هذه أمور تأتي عارضا. إذن على كل حال الشيء كله يناقش، لكن هكذا. وقال كلمة بليغة حقيقة في خطورة الحدود في هذه الأمور العامة، قال وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأمام ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام وهدم قواعد الإسلام، يعني هكذا. فإذا شدد بأن في الولايات العامة خطورة. طبعا هو لم ينفي، بل أثبت وصرح وذكرنا هذا، أن هذه الولايات العامة
من قضاء وحسبة وفتية لا يمتنع أن يكون عليها أجر، لا يتحاشى الفقهاء تسميته أجرا، وإلا لكان مكافئا للعمل يقل به ويزداد إلى آخره، فهو ليس أجرا بالمعنى التجاري أو المعنى المهني، ولكن يعطى يجرى عليه جراية عطاء معونة إلى آخره. فإذن هذا ليس بممتنع، وإلا ستتعطل أيضا، لكن لا يكون الأجر مباشرة على العمل. مثلا يأتي كما ذكرنا المستفتي فيفتي ويدفع أجرا، أو يأتي المتقاضيان فيقضي القاضي بينهما ويأخذ منهما أجرا، هذه القضية كلفتني شهرا من البحث والدراسة، وبعد الحكم يقول كذا، مثل ما يفعل المحامي مثلا. فهذا هو الذي لا يجوز، ولذلك القاضي أو رئيس الدولة أو قائد جيش في الجهاد أو كذا، هذا لا يطلب ما حققه أو ما يكافئ عمله، وإنما له رزق وله مكافأة نظير تفرغه وإعطائه حياته، ولكي يعيش ولكي يقوم بهذه المهمة نفسها أيضا، فكأننا نمكنه من القيام بهذه المهمة. لكن أنا ينبغي أن ينظر أنه يعني نظرة الشاطبي هنا لمسألة الولايات العامة والمناصب العامة في سياقها أنه حراسة الدين، هكذا كان ينظر. أما الآن فليس بالضرورة يعني بل انه يعني مجرد انه يكون مثلا الرئيس عنده حتى خلفيه تدين وكذا فيها مشكله حتى حاليا، يعني فضلا عن انه هو يقول ويجاهر بانه مهمته حراسه الدين وكذا، فالا يخرج هذا من لا لا كل حال الشاطبي الان يتحدث مع المسلمين ومع انا اقصد في تنزيل هذا على الان لا وحتى نفهم بمعنى الآن إذا كان مازال يخاطب المسلمين، مازال المسلمون على هذا، لكن غيرهم ينبغي أن يكونوا على هذا. طبعا هو يقول ما ينبغي، ماذا يقول العالم، ما ينبغي أن يكون. لكن أقول دكتور جاي من الغرب، يعني الغرب لا. كلنا غرب كلنا تغربنا اليوم يعني أخذوا بكلام الشاطبي والآن مدسر عندهم، يعني الجمع عدم جو المنع قانون بين الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة، حتى نحن في المغرب حطوه في الدستور الأخير لكن حذف آخر لحظة. فين؟ في تونس في دستور المغرب 2011 وضعاف الدستور فحذف آخر، لأن لولا لا يوجد جمع بين الوزارة والتجارة، السلطة والثروة. السلطة والثروة طبعا. هذا كلام ابن خلدون، لكن ابن خلدون تناوله ليس من الجانب الفقهي، من الجانب الحضاري والسياسي. قال هذه مفسدة أيضا، هذا جانب آخر، يعني تجميع السلط، المال سلطة والحكم سلطة، فأن تجمع بين المال والحكم كما لو كنت تجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية مثلا، فهذا جانب آخر من لكن ربما لو قلنا بكلامك، يعني هل الإنسان المسلم في دولة لا دينية مثلا حاليا، هل رئيس الدولة يقوم بحراسة الدين؟ هو عمل إداري ولا لا؟ من رئيس الدولة الآن؟ مصر الآن ليس لها رئيس دولة خفي. لا أقصد يعني على كل حال عمل إداري ولا لا؟ بالأصل وظيفة رئيس الدولة تغيرت، لازم نغيرها في الفقه السياسي. ده قصدي، إيه لن تعد حراسة الدين. لا، أولا الشاطبي سواء تعلق الأمر بمصالح الدين أو بمصالح الدنيا، لا فرق في جميع الحالات ما يقوله يلزم، لكن المشكل هذو اللي تتحدث عنهم لا مصالح الدين ولا مصالح الدنيا، ثم هذا موضوع آخر. هؤلاء لأن لا يعني الخطاب ليس معهم، على كل حال الخطاب ليس معهم. إذن سنتقدم خطوات أخرى مع المسألتين اللتين نتناولهم اليوم، وهذا اليوم في الحقيقة أدعوكم إلى شد الأحزمة، لأن الشاطبي سيحلق بنا بعيدا.
وعاليا جدا، وسيخاطب الهمم التي عادة ما يقال انتهت أو تضاءل وجودها. وسواء كان الشاطبي مبالغا في بعض الأمور، وهذا ما ألمح إليها وأصرح به من حين لآخر بعض الشيء، أو لم يكن كذلك، في جميع الحالات فعلا في هاتين المسألتين الأولى وبدرجة أكبر في المسألة الثانية أي الخامسة، فعلا الشاطبي يحلق في مستويات عالية من التسامي والترفع وطلب المعالي. وفي الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، يحب لكم أو يحب معالي الأمور وأشرافها أو هكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يكره سفاسفها. فهذا من معالي الشاطبي اليوم، يدعونا إلى معالي الأمور في العبادة والتدين. طيب، المسألة الرابعة التي نبدأ بها فيها أن ما فيه حظ، احنا رأينا ما فيه حظ وما ليس فيه حظ، المقاصد الأصلية لا حظ فيها أو لم يوضع فيها حظ، هذا هو القصد الشرعي، أنها ليست لطلب الحظوظ العاجلة والمباشرة، ولكن هناك أحكام كثيرة جدا من أحكام المعاملات والعادات يعني موضوعة أصلا على أساس أن الناس يطلبون حظوظهم ومصالحهم المباشرة العاجلة، فوضعت الأحكام على هذا الأساس. هذا الصنف الثاني الذي وضع أصلا ووضع ورعي فيه أصلا ورعي فيه ابتداء أن الناس يطلبون مصالحهم، يطلبون أموالهم، يطلبون زواجهم، يطلبون أولادهم، يطلبون دنياهم بصفة عامة وراحتهم وتمتعهم بمتع الحياة الدنيا، هذا القسم أيضا قال يتأتى لمن أراد، طبعا يتأتى بمعنى ليس على سبيل الوجوب، يتأتى لمن أراد أن يرتفع ويحلق ويسمو أن يجعله أن يحوله إلى الصنف الأول، وهو أنه يتخلى عن حظه فيه، أي عن حظه المباشر، عن حظه العاجي الدنيوي العاجلي المباشر، ويجعله من قبيل الصنف الأول، وهو ما يطلب به ما عند الله وما تطلب به الآخرة وما يطلب به الثواب، يمكن هذا، بمعنى يستطيع المكلف أو المتدين أن يجعل تدينه كله من قبيل المقاصد الأصلية. هو يعارض بين الحظ وما عند الله، يعني ما بينهما يعني. لا، هو ابتداء نعم يفرق، ولكن ويقول الحظوظ تأتي تبعا بالنسبة لمن لم يطلبها ابتداء، هذا شرحناه في المرة الماضية. ما يريد ليس هو هذا، هذا بمثابة تقرير مسلم وتذكير أنه الإنسان يستطيع أن يتخلى عن حظوظه، ولذلك كما قلت سابقا يفرقون بين ما هو حق الله وحق العبد، بأن حق العبد ما يجوز الإسقاط فيه، الإنسان من حقه أن يكتسب المال يتنازل ولا يكتسب، من حقه أن يكثره فلا يكثره، من حقه يحتفظ به لنفسه فإذا به يهبه، من حقه أن يستمتع بكثير من أمور الدنيا يزهد، هذا شيء مسلم، لكن المهم هو ما يبنيه عليه، المهم عند الشاطبي هو ما يبنيه عليه. وهو في دليل القرآن طبعا على هذا الأمر، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني فعلا تدل على أنه ممكن. لا، هذا قد يدل إذا أخذت الآية بظاهرها على أنه هكذا يجب أو هكذا ينبغي، لكن الآيات نحن دائما نضع الآيات والآيات، مثلا يعني رب الذين يقولون رب
لنا في آتنا في آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا هذا وكذلك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا فهذا قد نستحضر هذا على كل حال ومع ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا لم يقل أحد بأنه على سبيل الوجوب طبعا لا ننسى هذا للتذكير أن الإنسان يجب عليه هذا لا خلاف فيه يجب عليه أن يأكل ويشرب ويفعل ما تقتضيه حياته أو ما يقتضيه حفظ حياته ويجب عليه أن يفعل ما يقتضي حفظ النسل لكن الشاطبي هذا يدخله في الضروريات ويدخله في المقاصد الأصلية بمعنى أنها الإنسان ولذلك قال من لا يفعله يحجر عليه ويلزم به ويعاقب وإلى آخره فإذا هناك نوع من المصالح والحظوظ والمطالب الدنيوية الشرع بدل أن يجعلها حقوقا جعلها واجبات وبدل أن يجعلها حظوظا جعلها عبادات فهذا كما رأينا أي أيضا وإن في بضيع وفي بضيع أحدكم صدقة إلى آخره الآن حين يقرر الإنسان المكلف أن يحول الأعمال التي وضعت لأجل أن ينال حظه أو حظوظه من الدنيا يحولها هو إلى مقاصد أصلية وإلى عبادات وإلى قربات في هذه الحالة هذا ما ينبني على ذلك هو مقصوده بها بعقد هذه المسألة وهو قوله إذا كان كذلك فهل يلحق هذا الذي يتخلى عن حظوظه ويدرجها في المصالح العامة هل يلحق به في الحكم يعني يلحق صاحب الحظوظ الذي تنازل عنها هل يلحق بمن لا يطلب بالأعمال التي لا حظ فيها فما دام ملحقا به في القصد هذا مما ينظر فيه ويحتمل وجهين ماذا يقصد يلحق به لأن احنا رأينا أن الأعمال أو المقاصد الأصلية كقيام الإنسان بعباداته أو بالولايات العامة والمصالح العامة وفروض الكفاية لا يطلب بها الدنيا ولا يطلب بها الحظ العاجل مثلا لا يأخذ فيها أجرة ولا مكافأة ولا هدية مثلا الولاة لا تجوز لهم الهدية القاضي ومن في حكمه ولا المفتي هؤلاء لا تجوز لهم الهدية لا يأخذون مقابلا بشكل مباشر فإذا من أتى إلى ما فيه حظوظ من زواجه وأولاده وتجارته ومكاسبه فبدأ كلها ينويها لله وينويها للمصلحة العامة هل يأخذ حكم الأعمال هل يأخذ حكم القائم بالأعمال التي من أصلها هي مقاصد أصلية كالعبادات والولايات العامة هذا هو أم أنه ولو أنه يحول أعماله إلى مقصودة بالقصد الأول وإلى مقصودة بمقصود بها التعبد والتقرب والمصلحة العامة ومع ذلك يبقى على شأنه أنه يأخذ الحظوظ متى شاء وكيف شاء ويكافأ ويأخذ مقابلا ويهدى له إلى آخره هل قال هذا الأمر يحتمل وجهين يعني إذا هو غير النية يتم التعامل معه على أساس أنها من القسم الأول هو يسأل الشاطبي لا هي تتحول إلى عبادة هذا صحيح هذا ليس هو محل النقاش لكن هل يعامل معاملة من يقوم بعبادة لأنه هو فعلا هو قصد أن يجعل زواجه عبادة ونومه عبادة وأكله عبادة وشربه عبادة وسعيه في الفلاحة والتجارة عبادة وفي المناصب أيضا كل هذا قال أنا هذا كله بالنسبة إلي أنا لا يهمني وكل ما يصل إلى يدي أسخره وكل ما في نيتي هو خدمة المسلمين وخدمة البشر وخدمة إلى آخره هل حينئذ نفرض عليه أن تصير أحكامه مثل أحكام من يقوم بالعبادات هذا هو السؤال الجواب عليه أو للجواب عليه الشاطبي عرض وجهتين نظري بمعنى يحتمل أن نقول نعم
لأجل كذا وكذا وكذا، ويحتمل أن نقول لا، هو على أصله والأعمال وأعماله على أصلها من أنها أمور دنيوية ومصالح وحظوظ فله إلى آخره، يحتمل هذا ويحتمل. الشاطبي عرض وجهتي النظر دون أن يتبنى أي منهما، لأنه في النهاية عدل إلى تقسيم آخر هو الذي يمثل وجهة نظره. إذن وجهة النظر الأولى هي أنه أن يقال إنه يرجع هذا الذي فعل هذا وارتقى هذا المرتقى، إنه يرجع في الحكم إلى ما ساواه في القصد. ساواه ولا سواه؟ ساواه. سواه مفتوحة على الجميع. لا، هو على إلى ما ساواه في القصد. ساواه. ساواه. يعني ساوى المتعبد في القصد فيساويه في الحكم. هذه وجهة نظر. أنه يرجع في الحكم إلى ما سواه في القصد. ظننت هكذا. لا. يرجع المكلف الذي تخلى عن حظوظه لفائدة المصلحة العامة والتعبد، يرجع في الحكم، هذا وجهة النظر الأولى، إلى ما سواه في القصد، وهو العبادات الأصلية والفروض العينية والكفائية، لأن قسم الحظ هنا قد صار عين القسم الأول بالقصد، خلاص ألغى صفة الصنف الثاني وأصبح من الصنف الأول الذي هو يعني قصد التعبد والمقاصد الأصلية، وهو القيام بعبادة من العبادات، صار يقوم بعبادة من العبادات في زواجه وتجارته وكسبه وزراعته، هو يقوم بعبادة وهذا قصده وهذه رغبته. إذن وجهة النظر الأولى أصبح ملحقا بالقائمين بالعبادات، سوى أن هذه العبادة مختصة بالخلق وليس مختصة بنفسه كالصلاة والصيام، مختصة بالخلق في إصلاح أقواتهم ومعايشهم إلى آخره. فهذا هو الاعتبار الأول، ولهذا كما سيقول بناء عليه لا ينبغي له أن يزيد في دنياه ومصالحه وتقلباته وسعيه، لا ينبغي له أن يزيد على مقدار حاجته يقتطعه من تحت يده، كما يقتطع الوالي ما يحتاج إليه من تحت يده بالمعروف، وما سوى ذلك يبذله من غير عوض، إما بهدية أو صدقة أو إرفاق، أو الهدية هو الذي يهدي لغيره، إما بهدية أو صدقة أو إرفاق أو إعراء أو ما أشبه ذلك. الإعراء يعني العارية. فإذا قلنا على هذا القول ومشينا على هذا القول وجعلنا المتخلي عن حظوظه فيما تطلب به الحظوظ متنازلا عن هذه الحظوظ فيما يطلب بذلك العبادة والمصلحة العامة، إذا سويناه مع صاحب العبادة فحتى أمواله لا يجوز له أن يزيد فيها عن حاجته، كالوالي الذي ينفق ولكن بمقدار وبحساب ويسجل ويأخذ، والباقي كله يهديه ويصدقه ويتصرف به ويعطيه للمحتاجين إلى آخره، أو بعارية إلى آخره، أو يعد نفسه في الأخذ كالغير، يأخذ من حيث يأخذ الغير، يعطي لنفسه مثل ما يعطي لغيره فقط، لأنه لما صار كالوكيل على غيره والقيم بمصالحه عد نفسه مثل ذلك الغير، لأنها نفس مطلوب إحياؤها على الجملة، فكما يسعى لخدمة غيره هو واحد من هذا الغير. لا يعني المهم يضع نفسه كالناس، مدام هو فرغ حياته لخدمة الناس هو من أيها الناس، هو واحد، بمعنى يعطي لنفسه على أساس أنه نفس من تلك النفوس التي نظر نفسه لخدمتها فقط، لا يتجاوز ذلك. ودليله في هذا الدرجة الأولى كما قال ما يحكى التزامه عن كثير من الفضلاء، يوجد مثل هذا في سلوك الصالحين المتقدمين من الصحابة والتابعين، وسيأتي على ذكر بعض الأمثلة. فهؤلاء الفضلاء كما سماهم، هؤلاء الفضلاء كانوا في أموالهم كالولاة على بيوت المال، أمواله
يتصرف فيها كما يتصرف صاحب بيت المال حارس عليها ويتولى تدبيرها ويعتبرها أموال غيره في الحقيقة وأموالا للناس في انتظار أن يعطي كل واحد، وهم في كل ذلك على درجات حسب ما تنصه أخبارهم. فهذا وجه يقتضي أنهم لما صاروا عاملين لغير حظ عاملوا هذه الأعمال معاملة ما لا حظ فيه البتة، أي ما لا يطلب به الحظ من أصله. إذن تقريبا مزيد من التوضيح، هذه هي الفكرة. إلى أن قال: هذا والإنسان بعد في طلب حظه قصدا، فكيف إذا تجرد عن حظه في أعماله؟ فكما لا يجوز له أخذ عوض، أنا أركز على هذه الأمور لأنها هي التي تستحق النقاش، لا يجوز له أخذ عوض على تحري المشروع في الأعمال، لا بالنسبة إلى العبادات ولا بالنسبة ولا إلى العادات وهو مجمع عليه، فكذلك هذا الجديد عند الشاطبي، فكذلك فيما صار القصد كذلك. إذن كما أنه متفق على أن ما لا يطلب به الحظ لا يؤخذ فيه عوض، فكذلك سواء كان من جنس العادات أو العبادات، العادات هنا المصالح العامة كما وهو مجمع عليه، فكذلك فيما صار بالقصد كذلك، صار بالقصد، أما هو من حيث الوضع الشرعي ليس كذلك، لكن بالقصد صار كذلك، فإذن يكون حكمه كحكمه. وأيضا فإن فرض هذا القصد لا يتصور مع فرض طلب الحظ. إذن هذا يتناقض أن يتخلى عن حظوظه ثم يطلبها. إذن حتى لا يقع في هذا التناقض، إذا تخلى عن حظه فصار حظه كجميع الناس لا أقل ولا أكثر. هذا الوجه الأول قال عنه في نهايته، فهذا وجه نظري، فانتبهوا معي حتى نفهم أنه لم يتبنه ويشرحه شرحا كاملا بأقصى ما استطاع، لكن يقول: فهذا وجه نظري، يعني يقتضيه النظر ويؤدي إليه النظر، هذا معنى نظري. فهذا وجه ليس معنى أنه غير عملي؟ لا لا، النظري عند المتقدمين أي نعم، لكن نظري أن النظر والتأمل والاستنباط يؤدي إلى القول به، ولذلك رأينا استدلالته عقلية، ألا يكون وفيه ضمنيا أن هذا أمر ليس عليه يعني أدلة شرعية مباشرة صريحة، هو نظر، هو وجهة نظر كما نقول اليوم. وتفسير لحال الصحابة أيضا قراءة تلك الحالات، فلذلك هو معتمده النظر، فهذا وجه نظري يعني وجهة نظر، هذا بالضبط العبارة المناسبة هنا. فهذا وجه نظري أي هذه وجهة نظر في المسألة يمكن القول بمقتضاه، هذا واحد. الوجه الثاني هو أن يقال إنه أي هذا الذي أخرج أعماله التي فيها حظه إلى أن يجعلها مما لا حظ فيه، قال إنه يرجع في الحكم إلى أصله من الحظ، لأن الشارع قد أثبت لهذا العامل حظه في عمله وجعله المقدم على غيره، حتى إنه إن أراد أن يستبد بجميعه كان سائغا، وكان له أن يدخره لنفسه أو أن يبذله لمصلحة نفسه، ينفقه على نفسه أو يحتفظ به فلا ينفقه في الدنيا أو في الآخرة، فهي هدية الله إليه، فكيف لا يقبلها؟ وهو وإن أخذها بالإذن وعلى مقتضى حدود الشرع، فإنما أخذ ما جعل له فيه حظ، ومن حيث جعل له وبالقصد الذي أبيح له القصد إليه. وأيضا استدلال آخر، فالحدود الشرعية، الحدود الشرعية هنا أي الأحكام الشرعية
ماشي ليست الحدود بمعنى العقوبات الضوابط الضوابط والاحكام الشرعيه التي تضبط. فالحدود الشرعيه وان لم يكن له في العمل بمقتضاها حظ، بمعنى احل الله البيع وحرم الربا، هذه حدود شرعيه. فاذا هو يترك الربا ويشتغل بالبيع، هذه حدود شرعيه، رغم ان هذه القيود التي يفرضها الشرع تقيده بها ليس له فيها، ليس في العمل بمقتضاها حظ، فهي وسيلة وطريق إلى الحظ. إذن في النهاية الشرع ولو وضع الحدود فليس لمنع الحظوظ، وضع الحدود لا يقتضي إبطال الحظوظ، وإنما هو وسيلة إلى كسبها بطريقة منظمة وبطريقة مشروعة. إلى أن يقول أيضا في مقابل الحالة الأخرى، يقول عن السلف: وقد وجدنا من السلف الصالح رحمهم الله، كما موجود سلف يوجد سلف آخر على الأقل أحوال أخرى من السلف، استدلال مقابل استدلال: وقد وجدنا من السلف الصالح رحمهم الله كثيرا يدخرون، كثيرا من السلف يدخرون الأموال لمصالح أنفسهم، ويأخذون في التجارة وغيرها بمقدار ما يحتاجون إليه في أنفسهم خاصة، ثم يرجعون إلى عبادة ربهم حتى إذا نفد ما اكتسبوه، وطبعا ليس شرطا إذا نفد، يعني قد يرجعون دون أن ينفد، حتى إذا نفد ما اكتسبوه عادوا إلى الاكتساب، ولم يكونوا يتخذون التجارة أو الصناعة عبادة لهم على ذلك الوجه، بل كانوا يقتصرون على حظوظ أنفسهم، وإن كانوا إنما يفعلون ذلك من حيث التعفف، أي أن يعفوا أنفسهم، والقيام بالعبادة، أي العبادة شيء آخر يقومون به، يستعينون في القيام به بدنياهم، فذلك لا يخرجهم عن زمرة الطالبين لحظوظهم. ومما ذكر، وما ذكر أولا، إذن هنا حتى ما قد يرد من تعارض بين السلف والسلف، وما ذكر أولا عن السلف الصالح ليس بمتعين حسب وجهة النظر هذه، ليس بمتعين فيما تقدم، يعني ورد عن السلف أنهم تخلوا وتجردوا وأفنوا أنفسهم لأجل الناس ولأجل غيرهم، قال هذا ليس بمتعين لصحة حمله على أن المقصود بذلك التصرف حظوظ أنفسهم من حيث أثبتها الشارع لهم، بمعنى أنهم يمارسون أيضا حظهم في التصرف في هذه الأموال، هذا أيضا نوع من تفسير هذه التصرفات، فيعملون في دنياهم على حسب ما يسعهم من الحظوظ ويعملون في أخراهم كذلك، فالجميع مبني على إثبات الحظوظ وهو المطلوب، وإنما الغرض أن تكون الحظوظ مأخوذة من جهة ما حد الشارع من غير تعد يقع في طريقها. هذا الوجه الثاني. قال رحمه الله باش حتى نمشي شوية: وقد يمكن الجمع بين الطريقين. الوجه الثاني لا غير مفهوم، يعني أن يقال إنه يرجع بحكم إلى أصله من الحظ، يعني ما تفسيره يعني؟ أصله في الأعمال التي فيها الحظوظ أن يبادل ويأخذ العوض ويأخذ المكافأة ويأخذ الهدية ويأخذ الأجر حسب العمل، وهذا بمعنى حكمه لا يتغير تبقى الأمور على لا يلحق، يعني صح، لا يحول إلى أحكام العبادات اللي يعني تخنق أنفاسه وتبطل تصرفاته، لا يبقى على أصله، ولو أنه قصد العبادة والرفعة وكذا، هذا لا يلغي أن تصرفاته إذا سأل هل يجوز لي وهل يجوز لي، يبقى الأمر على ما كان، يعني يرجع إلى أصله، وأصله هو أحكام المعاملات والعادات. إذن قال: وقد يمكن الجمع بين الطريقين، وذلك أن الناس في أخذهم أو في أخذ حظوظهم على مراتب. إذن الناس في تعامل مع الحظوظ، الناس يعني المتدينون طبعا والمسلمون، يقصد المسلمين والمتدينين في نعم وليس الحكام لا حكام المحكومين، يعني الناس لا
في تعاملهم مع الحظوظ ثلاثة مراتب. الناس في تعاملهم مع حظوظهم التي أثبتها لهم الشرع، تعاملهم مع حظوظهم المشروعة على ثلاثة أو ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي من تقرروا بإرادتهم ونيتهم وقصدهم أن يتجردوا من هذه الحظوظ ويجعلوها للناس بصفة كاملة قال لا يأخذها إلا بغير تسببه، يعني كذا كما يأتي ما بمعنى ما يأتي بالتسبب كله للناس، ما يأتي بكسبه هو وبعرق جبينه، وكما قال القائل على علم مني قال إنما أوتيته، هذا كله يجعله للناس، بمعنى أن سعيه وكسبه وجريه للناس. ثم هو ينتظر ما يأتيه من الله بدون تسبب. هذه درجة. ما حكم الشرف في هذا السن؟ احنا جايين. عائشة ستجيبنا. عائشة حقيقة المثال الوحيد الذي أعطاه، وإن كان ليس الوحيد بدون شك، هو السيدة عائشة رضي الله عنها. فمن أمثل ودليله من القرآن هو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، لكن هل يستقيم هذا الدليل؟ لأن هذا دليل يصدق على حالة وبعض الحالات، لكن هل الآية يدخل فيها من تخلوا نهائيا؟ هذا سؤال، لكن على كل حال الآية قريبة من الموضوع. دليله أو ما أسس عليه بقوة هو عائشة، بعض ما روي عن عائشة وما روي عن عائشة فيما ترون في التخريجات الروايات، يعني على كل حال هو في النهاية ثابت ومصدق، لكن روايات ليس منها شيء في الصحيحين على سبيل المثال، أو ليس منها شيء بسند صحيح مسلم. وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها أن ابن الزبير بعث لها بمال في غرارتين، قال الراوي أراه 80,000. الغالب أنها درهم، لأن درهم أو دينار درهم، لأن بعض القرائن تدل على أنه درهم. إذن 180,000 درهم وصلتها من ابن الزبير. 180,000 ريال. فدعت بطبق وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس، هذا الفلانة هذا الفلان هذه الفلان هذه الفلانة، أعطيه هذه، كتسمي وتحدد المبالغ وترسل، وهي يومئذ صائمة، فجعلت تقسمه بين الناس، فأمست وما عندها من ذلك درهم. فلما أمست قالت يا جارية لخادمتها هل أمي أفطري، أفطري يعني أفطريني، آتي الفطور. فجاءتها بخبز وزيت، فقيل لها أما استطعت فيما قسمت، يعني 180,000 درهم، أما استطعت فيما قسمت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ قالت لا تعنيني، لو ذكرتني لفعلت. لا تواخذيني، لا، بمعنى نسيت نفسها نهائيا وأنها محتاجة إلى شيء من ذلك. لو ذكرتني، لو كنت ذكرتني لفعلت. هذا مثال أول. وخرج مالك أن مسكينا سأل عائشة وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياه، فقالت ليس لك ما تفطرين عليه، بمعنى ليس في الدار إلا هذا الرغيف، فقالت أعطيه إياه، قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا أهدى إلينا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، شاة وكفنها، الكفن وأنهم كان الشاة يسلخوها ويتركوها كما هي ويلفوها بالعجين ويضعونها فوق النار تشوي، يعني بمعنى الشاة بخبزها
وهناك يعني وجبات شبيهة بهذا في المناطق الصحراوية ما زالت إلى الآن، يعني تلف الشاتو أو الخروف بالعجين ويطبخ على هذه الحالة حتى لا يضيع شيء من دهونه وشحومه وهكذا. فإذا أتيت بهذه الهدية الثمينة السمينة، فدعتني عائشة فقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك، يعني أعطت ما عندها، فإذا بها جاءها ما لا يعني ما لا قبل لها به. وروي عنها أيضا أنها قسمت 70,000 وهي ترقع ثوبها، وباعت ما لها 100,000 وقسمته، ثم أفطرت على خبز الشعير. قال الشاطبي وهذا يشبه الوالي على بعض المملكة فلا يأخذ إلا من الملك، ولا يأخذ من الناس، هذا المقصود، لا يأخذ من الناس، الراتب الذي يأتيه من الملك يأخذ. فكذلك هذه الحالة، الملك هنا هو الله، ما يأتي من الله بدون لا يؤخذ، ما يأتي من العباد لا يؤخذ، أو ما يأتي بالأسباب، لأنه قام له اليقين بقسم الله وتدبيره مقام تدبيره لنفسه. ولا اعتراض على هذا المقام بما تقدم، فإن صاحبه يرى تدبير الله له خيرا من تدبيره لنفسه، فإذا دبر لنفسه انحط عن رتبته إلى ما هو دونها، حتى إذا قام يدبر لنفسه انحطت رتبته عن الرتبة العالية والرتبة العليا. وهؤلاء هم أرباب الأحوال. كان صوفيا في هذه نعم. غريب أنه لم يحتج أو لم يذكر أبا بكر في صحيح، ذكر عائشة ولم يذكر أباها، حتى أنا فكرت في هذا وهو سابق في هذا الاتجاه. عطاء الإسكندري هو كتاب اسمه التنوير في إسقاط التدبير، هذا لابن عطاء الله إسكندري. نعم صحيح، قرأته و... قرأته وساءني كثيرا. لأن إسقاط التدبير مشكلة. لكن هو ذكر في بعض المواضيع، أنا ما أكملت الكتاب بعد، إنه لا يقصد بإسقاط التدبير بالكلية. صحيح في أحد الصفحات، لا هو تبدل لك أمر فداء التدبير شركه. فكرة إسقاط التدبير أي كان تحاصرها باستثناءات وكذا، في النهاية هي في حد ذاتها مشكلة. لكن وليس قريب من هذا الطبع؟ لا هو 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 بالمناسبة ابن عطاء الله الإسكندري مالكي في الفقه. هذا الصنف الأول كما قال، هؤلاء أرباب الأحوال سلموا أمرهم لله وبدأوا يشتغلون عند الناس ومع الناس وللناس، ولا يشتغلون لأنفسهم، وما كسبوه كله لغيرهم، ثم هم يأتيهم رزقهم. لكن في هذه الأمثلة يعني عائشة رضي الله عنها لم تأتي بهذا المال من طريق الأسباب، جاءها من عند الله. لا يعني على كل حال فيه وفيه، لأن كان لهم عطاءات طبعا، هذه التاريخ الإسلامي الحال. أي شوف، أنا أشرت الروايات كلها ضعيفة، فلنقل كل هذا يعني الروايات كلها اللي ذكرنا الآن عن عائشة كلها روايات ضعيفة، بمعنى نستطيع أن نطرح السؤال هل هذا صحيح أيضا من أصله أم ليس بصحيح، أو هل هو إذا كان صحيحا في أصله مضبوط في كل تفاصيله ولم يسقط منه شيء أو كذا أو كذا. فلذلك هذه الأمور إذا اجتمعت من عائشة وعن غير عائشة وعن أبي بكر لا أقل من أنها تثبت كما يقول أن فئة من السلف وأن فئة من الفضلاء كانوا على هذه الحال، هذا لا شك فيه. لكن هل يعمم؟ إيه هذا هو السؤال. هل يقنن فقيا؟ هذا هو السؤال اللي احنا
نأتي إليه بعد عرض هذه المستويات. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني قريب منه، لكن الفرق بينهما هو أن الأول لا يجعل لنفسه شيئا، والثاني يجعل لنفسه ما يحتاجه، والباقي كالأول. قال: ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم. أنا كتبت هنا لو قال كالوصي هذا أنسب، إن مال اليتيم فيه الوكيل فيه الوصي. ثم هو وصف الصنف الأول أيضا بالوكيل، قال: منهم من لا يأخذها إلا بغير تسببه فيعمل العمل أو يكتسب الشيء فيكون فيه وكيلا. ثم هذا سماه وكيلا، بينما الغرض هو التفريق بين المستويين. ثم التمثيل بمال اليتيم فيه الوصي وليس الوكيل، وإن كان الوصي كالوكيل من بعض النواحي، لكن الوصي أكثر صلاحية من الوكيل. ومنهم من يعد نفسه كالوكيل على مال اليتيم. هنا الإشارة إلى الآية، ولو أنه لم يذكرها: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. القيم على مال اليتيم: إن كان غنيا فليستعفف، يعني يقوم على رعايته مجانا لا بدون مقابل، لأنه مستغني. واليتيم عادة قريب أو ابن جار أو كذا، أو ابن أخ أو ما إلى ذلك، أو ابن أخت. فإذا كان غنيا يرعى له ماله وتجارته ومواشيه وما إلى ذلك، دون أن وإن كان فقيرا يعتبر هذا كأنه خدمة يقوم بها فيأخذ من ذلك قليلا. إذن من كان غنيا فليستعفف، أي لا يأخذ شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المعروف هو المعروف. وما عدا ذلك صرفه كما يصرف مال اليتيم في منافعه. إذن يعتبر الأموال التي هو كسبها أو ورثها أو تجارته أو فلاحته يعتبرها كأنها أموال الناس، كأنها أموال اليتيم، يأخذ منها إن احتاج، والباقي يسهر عليه، والباقي يصبح كالصنف الأول. هذا الفرق بينهما، هو أن الصنف الأول لا يأخذ لنفسه شيئا، والصنف الثاني يأخذ لنفسه حسب حاجته، والباقي يرعاه حتى يسلمه للمحتاجين. وإن احتاج أخذ منه مقدار كفايته بحسب ما أذن له من غير إسراف ولا إقتار. وهذا أيضا براءة من الحظوظ في ذلك الاكتساب، فإنه لو أخذ بحظه لحابى نفسه، لو كان يأخذ حظه لكان يحابي نفسه، يعني يعطي لنفسه أكثر مما يعطي للناس، بمعنى يستهلك النصف والنصف أو ثلث أو كذا، يوزعه ويتصدق ويوصي. لكن هو لا يحابي نفسه، أي يجعل نفسه كغيره من الناس، بل جعل نفسه كأحد الخلق، فكأنه قسام في الخلق يعد نفسه واحدا منهم. إذن هذا الصنف، وهذا الصنف هذا كما نلاحظ الآن وجد له سندا شرعيا أقوى من الأول. من ذلك كما قال: وفي الصحيح. إذن على الأقل الآن وصلنا للصحيح. وفي الصحيح عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين طائفة من الأنصار إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد، فهم مني وأنا منهم. إذن هذا الآن وصلنا إلى الحديث، والحديث الصحيح. ثم العبارة النبوية المرغبة في مثل هذا التصرف واضحة: فهم مني وأنا منهم. لكن هنا لا يدل على الوجوب. لا، وليس الوجوب، لكن لا يدل على أنهم كانوا يلتزمون هذا في حياتهم. إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم. أي نعم. لا، مثل هذا الروح، يعني احنا الان نستدل على هذا الروح وعلى هذا التعالي. اما اللزوم وكذا قلت انت التقنين هذا شيء اخر. كذلك اشار هنا الى المهاجرين والانصار. قال لا في التأمين. نعم، هذا الحديث هو اصل التأمين تكافل. يعني يستأنس به، وإلا ليس هو
إذن واقعة المؤاخاة بين المهاجرين شهيرة جدا ومشار إليها في القرآن وثابتة ثبوتا قطعيا، وفيها ما يؤيد هذا أو على الأقل هذا التوجه وهذه الروح. وفي حديث المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هذا، وقد كان عليه الصلاة والسلام يفعل في مغازيه من هذا ما هو مشهور. إذن هذا الاستدلال الثالث، في المغازي كان يفعله مثل ما يفعله الأشعريون، إذا كان الناس عندهم وفرة كل واحد يأكل مما عنده أو مع شريكه أو رفيقه، لكن إذا وقعت الأزمة وقل الطعام يجمع كل ما عندهم ويدبره، ومن تدبيره يدعو فيه فيبارك الله ويأكل الناس وإلى آخره. فالإيثار، إذن يقول فالإيثار بالحظوظ محمود غير مضاد لقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، لا تعارض. قال فهؤلاء الذين قبلهم لم يقيدوا، إذن كأنهم متقاربين كما رأينا، لم يقيدوا أنفسهم بالحظوظ العاجلة، وما أخذوا لأنفسهم لا يعد سعيا في حظ، إذ للقصد إليه أثر ظاهر وهو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره، ولم يفعل هنا ذلك، بل آثر غيره على نفسه أو سوى نفسه مع غيره، وإذا ثبت ذلك كان هؤلاء براء من الحظوظ، كأنهم عدوا أنفسهم بمنزلة من لم يجعل له حظ أصلا. وتجدهم في الإيجارات والتجارات لا يأخذون إلا بأقل ما يكون من الربح أو الأجرة، حتى يكون ما حاول منهم من ذلك كسبا لغيره لا له. ولذلك بالغوا في النصيحة، النصيحة هي أن يؤثروا غيرهم وينصحونهم في الأتمان وفي الشروط وما إلى ذلك، هذا المقصود بالنصيحة، لأنهم كانوا وكلاء للناس لا لأنفسهم، فأين الحظ هنا؟ بل كانوا يرون المحاباة لأنفسهم، أي أن يحرص لنفسه على أكثر مما يحرص للناس، وإن جازت كانوا يرونها كالغش لغيرهم. فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء. إذن هذا العبارة التي لها صلة بالجواب على السؤال، ما حكم من تخلى عن حظوظه؟ قال هذه العبارة ومر بسرعة ترك الموضوع. فلا شك أن هؤلاء لاحقون حكما بالقسم الأول، إذا القسم الأول والثاني معا، أنهم هو أنهم ألزموا أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء. وهذه عبارة في الحقيقة تثير من الالتباس أكثر مما تثير من الجواب الحقيقي، لأن ألزموا أنفسهم ما لم يلزمهم، هل حكمهم حكم إيش اسمه النذر؟ النذر هو التزام ما لا يلزم لكنه يصبح واجبا، هل يقصد هذا؟ هل يقصد أن هذا ما دام التزموا أنهم في خدمة العباد وفي خدمة الخلق، وأن نفسهم هي كغيرهم من الخلق أو دون ذلك، هل معنى هذا أنهم نذروا مكاسبهم وأموالهم وخدماتهم ومكاسبهم فصار هذا بمثابة نذر لا يلزمهم ولكنهم التزموه فلزمهم، أو كأصحاب رهبانية ابتدعوها ما إيش الآية فما رعوها حق رعايتها، بمعنى أنه يجب على الإنسان رعاية ما التزمه ولو أنه لا يلزمه أصلا، هذه كلها أسئلة لم يجيب عليها الشاطبي. أم بإلزامهم أنفسهم لا باللزوم الشرعي الواجب ابتداء، معناه أنه لازم غير لازم، على كل حال هو لزوم ما لا يلزم شرعا، لكن هل أصبح لازما؟ الحقيقة لم نجد جوابا. هذا بحسب الصيغة التي ألزموا بها أنفسهم، فإن ألزموها على صيغة النذر كان نذرا. أي طبعا على صيغة الاضطراد، يعني هو تلاحظون لم يستعمل كلمة النذر نهائيا الآن،
على كل حال في جميع الأحوال نعتقد سواء كان نذرا أو لم يكن نذرا، اللزوم هنا لا معنى له. على جميع الأدلة التي أوردها لا مكان للزوم، بل اللزوم هو تغيير شرع الله باختصار. ابتداع ابتداع يعني لا فعلا تغيير الوضع الشرعي، تغيير الوضع الشرعي ابتداع صعب يعني. فإذا هو لم كما قلت عبارته هي أقرب إلى الهروب من الجواب منها أن تكون جوابا، مع العلم هي جملة واحدة باقي كله يقول لك يمكن ويمكن ووجهة نظر كذا وهذه كذا وهذه يدل عليها كذا، ويشرح ويصور المسألة تصويرا رائعا، ولكن ما الحكم الذي ما جواب السؤال الذي بدأ به؟ لم ليس هناك جواب شافي، بل لو ذهبنا مع يعني نقول إنه أقرب إلى أن يقول نعم يلزمهم ما التزموه. إذا كان الأمر هكذا، إذا كان هذا ما يقصده فهذا ما لا يقبل. يعني تغريب عثمان لأبي ذر من هذا الباب كذلك، أنه أراد أن يلزم غيره بما التزم به هو أبو ذر. نعم وذر مسألة أخرى، إيه؟ وأرد أن يفرض هذا على الناس، لكن هنا الناس هم بيرتضوا أنفسهم هذا. هذا الفرق. يعني كمثل حالة. يعني استدلوا به على أنه فعلاً لا يقبل تغيير الأوضاع الشرعية، هذا هو المشترك، لكن فعلاً نحن هنا أمام ناس هم باختيارهم ورغبتهم وطموحهم وتعاليهم، كما قلنا نحلق اليوم عالياً، ف. إذا تعاقد المجتمع على ذلك فقد يكون ملزما كذلك، لا يكون إسلاما شيوعيا. لا لا لا، المجتمع يتعاقد على المساحة المتروكة. أما إبطال الآن مثلا سنقول إبطال حق الملكية، بل أكثر من هذا الأمر، إحنا هنا الآن هذا دين، إبطال حق الملكية تعبدا، وأنه الإنسان لا يتقاضى هدية ولا عوضا عن خدمات يؤديها ويهدي للناس ولا يتلقى منهم الهدية، لأنه هو يهدي للناس لأن الناس هذو محتاجون أو أصحاب حظوظ لا, لا, لا يبالي، لكن هو بما أنه زعم أنه ليس صاحب حظوظ فلا يقبل الهدية، لأنه هو كالوالي وكالقاضي لا يقبله، فإذا هذا صار مشكلة عويص. ثم شيء آخر أضيفه، لماذا أقول تغيير سيؤدي بنا إلى تغيير الأوضاع الشرعية؟ لأنه الآن هو أشار إشارات لطيفة جدا، يعني هؤلاء الناس سواء في المقام الأول أو المقام الثاني يصبحون أنهم في زراعاتهم وتجارتهم لا يحابون أنفسهم. فهمت ما معنى لا يحابون أنفسهم؟ معناه مثلا تأتي لتشتري مني هذا، تعطيني 5 ريال، أقول لك لا خذها ب4 ريال لا أحابي نفسي، ولا تريدها ب5 ريال خذها ب5 ريال، لا لا عندي 5 والـ4 وأنت وأنا سواء. لا، بينما الكسب الدنيوي والدنيا كلها قائمة على نوع من الاستئثار أولا، وبعد ذلك نؤثره جزئيا. فإذا صار الإنسان زاهدا في تجارته وصناعته وأرباحه ووظيفته، يأتي للوظيفة يقول له احنا نعينك قاضيا ب10,000 ريال، قل لا والله أعطوني 100 ريال في كذا، أنا ما أريد أن أخدم الناس، لا هذا سيؤدي الى انهيار. انهيار في في في, في النظام، هذا الذي اقصد. نعم، يعني بمعنى ان لان الانتاج معروف الان، كان شوقي اشار الى الشيوعيه ادت الى الكساد، الى انهيار الانتاج، الى تعطله، لانهم خالفوا الفطره. الفطره هي ان يكون لك حرص وأن يكون لك رغبة في الربح وأن تكون فرحا بالربح،
ثم بعد ذلك يندبك الشرع أو يوجب عليك أن تزكي، أن تصدق، أن تفعل، لكن خليك حريص على كسبك وربحك وتنمية ثرواتك. بينما هذا النمط صحيح، هو الشاطبي لم يقول إنه سيصبح مذهب الجمهور، وفي النهاية مذهب فئة من الناس، لكن التوجه الذي يتجه إليه ليس حب المال من المقاصد الأصلية. لا، هو الآن سيقول نحن لسنا ضده، لكن ضد، نحن في تسخير المال أيضا لما وضع له ولما خلق له. لكن أنا الذي قصدت هو أن كسب المال نفسه بالنسبة لهؤلاء سيتضرر، هذا كسبهم سيتضرر بهذه الروح، كسبهم سيتضرر ويتضرر كما قال الأخ أولادهم وأسرهم. أقصد إذا كان حب المال مقاصد، ثم الأصعب في هذا كله هو لزوم ما لا يلزم، إيجاب ما لم يوجبه الشرع. إذا كان حب المال المقاصد الأصلية، وهو يقول أن المقاصد الأصلية لا حظ فيها للمكلف، فإذا يعني هذا يعني يجعل أن طلب المال أو هذا المنهج يضر به في النهاية. هذا صحيح، نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد على عدد من الصحابة صدقاتهم وتبرعاتهم. وفي حديث أيضا أنها عن إضاعة المال من أوجه، وحتى في القرآن الكريم أن الآية بعد الآية تكلمت عن أنها عن إصلاح بإثر الأمر بالصدقة، يعني فهذا وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. طبعا إذا هذا كل يعني فعلا أصل في أن هذا، لكنه مندرج تحت ثلاثة أصول: الزهد، وهذا ليس له حد، الإنفاق، الزهد والإنفاق وليس له حد غير مقيد، والإيثار. وهذه أصول ثلاثة تدخل كل هذه التفاصيل فيها، يمكن أن نجادل بهذا يعني. لا، إحنا الآن لسنا لا ننتقد للإيثار ولا الزهد. لا، المشكلة هنا هو هل يعاملون معاملة القائمين بالعبادات وبما لا حظ فيه؟ هذا هو السؤال. نعم، هل يصبح هذا لازما؟ هل يصبح لازما عندما يتغير القصد؟ بي 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 نعم، لازما، ويمنع فيه ما يمنع في العبادات وفي القربات. هذا هو الإشكال. لكن زاهد ينفق ما يشاء وفي وقت من الأوقات أمسك، هل يلزمه شيء؟ هل هو آثم؟ هل نقول لا يجوز له؟ كذلك يهدي للناس بلا حساب، وبعض الناس أهدوا له، يقول له لا أقبل، حرام، لا لا لا، أعوذ بالله. بهذا المعنى طبعا. لا، هو هذا المشكل. هذه المسألة التي عقد لها الشاطبي، هذه القضية التي عقد لها هذه المسألة، بمعنى أن تنتقل من الفضيلة إلى الوجوب. نعم، من الناحية من الأخلاق إلى الفقه. لا، من الوجوب، وتسري عليه أحكام العبادات. يعني هي في الأصل، في الأصول الثلاثة هذه مسألة أخلاقية. نعم. أدبية أو من الأداب يعني، لكن بهذا المعنى اللي عم يطرحه تنتقل إلى الحكم الفقهي التكليفي. في أصل المسألة. أي نعم. فإنه ما فيه حظ العبد محضاً من المأذون فيه يتأتى تخليصه من الحظ، فيكون العمل فيه لله تعالى خالصا، فإنه من قبيل ما أذن فيه أو أمر به، فإذا تلقي الإذن بالقبول من حيث كان المأذون فيه هدية من الله للعبد صار مجردا منها، كما أنه إذا لبى الطلب بالامتثال من غير مراعاة لما سواه تجرد عن الحظ، وإذا تجرد عن الحظ ساوى ما لا عوض عليه شرعا من القسم الأول الذي لا حظ فيه المكلف. وإذا كان كذلك فهل، هذا هو السؤال الذي انتظرنا أن يجيب عليه. فإذا بهذه الكلمة قال فهل يلحق في الحكم لما صار ملحقا به في القصد، هل يلحق به في الحكم؟ هذا مما ينظر فيه. إذن يلحق به في الحكم، ثم ضرب أمثلة الهدية والعواض إلى آخره. هذا مثال المال يقدح في تقسيمه للمقاصد الأصلية والتبعية، بأن المقاصد الأصلية هي التي لا حظ لها فيها هذا يقدح في يعني هذا التقسيم أصلا يعني. نعم، لأن إذا قلنا أن حب المال المقاصد الأصلية، فإذا لا ينبغي أن يكون فيه حظ. لا، هو إحنا الآن حفظ المال الفردي للناس
لعل هذا ما تقصد، هذا صحيح، لكن هناك حفظ المال الذي تقوم به الدولة والوالي والخازن وبيت المال وإلى آخره، هذا يبقى حكمه أنه على المقاصد الأصلية. بل ربما يقول أنه بيضحي بوضعه الأصلي من أجل المصلحة العامة. إذا مقصد حفظ المال الأصلي هو فقط إذا كان من جهة الدولة أو جهة أي المؤسسات العامة أو العمومية أو التجارة وغيرها لا نعم. تعتبر من حفظ يعني الزكاة وبيت المال وال يعني ال الوظائف المختلفة التي توظف على مداخل الدولة باختصار ووظائف ترك السوق حرة مثلا هذا يدخل لا على كل حال ما تعلق ما أصبح ولاية عامة ومن قبيل الولايات العامة هذا بدون شك فهو من المقاصد الأصلية حسب تقسيم الشاطبي والذي يعمل فيه كما رأينا الحالات الثلاث ولكن الأصل فيه أنه لا يطلب به حظ فالذي يحفظ الزكاة وينميها والذي يحفظ الأوقاف وينميها والذي يقوم على بيت المال إلى آخره هؤلاء يأخذون أرزاقا ويأخذون كذا لا يكونون كالأجير في الشركة وفي غيرها هذا لكن حديثنا الآن عن المال الشخصي الممتلكات الشخصية والكسب الشخصي هذه هي هذا ما عليه المدار. إذن في النهاية أعطى الصنف الثالث الصنف العادي العادي من الناس ومنهم من لم يبلغهم بلغ هؤلاء بل أخذوا ما أذن لهم من تحت الإذن وامتنعوا مما منعوا منه واقتصروا على الإنفاق في كل ما لهم إليه حاجة فمثل هؤلاء بالاعتبار المتقدم أهل الحظوظ لكن مأخوذة من حيث يصح أخذها إلى آخره فلا يجعل حكمه حكم الوالي على المصالح العامة بل هو وال على مصلحة نفسه إذن المقاصد التبعية وهو من هذا الوجه ليس بوال عام والولاية العامة هي المبرأة من الحظوظ فالصواب والله أعلم أن أهل هذا القسم معاملون حكما بما قصدوا من استيفاء حظوظهم فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين هنا كأنه رجح نعم هنا كأنه رجح أن الآخرين لا يجوز لهم أيوة صحيح كأنه صرح هنا صحيح 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 ولكن دائما يعني يجوز لهم اي نعم صحيح وانا مسطر عليها فعلا فيجوز لهم ذلك بخلاف القسمين اي صحيح صحيح هذا اوضح من السابق نعم كيف دراز علق على فلا يجوز لهما أي للصنفين بمقتضى ما فرضوه على أنفسهم زهدا وكمالا في الأحوال لا بتكليف الشرع هذا هكذا إذن فهم دراز أنه وعبارة لا يجوز فعلا هنا الآن قوية أقوى من العبارة السابقة قوية في ماذا بشو أنه لا يجوز لا بس يقصد أن لا تلحق بالأحكام لا يلحقون بهم بالأحكام أي لا يجوز لهم أن ما للإنسان في تصرفاته العادية أي ما لهذا الصنف الثالث هذا الصنف الثالث يجوز له الأمور العادية مما لا يجوز للصنفين السابقين لكن هذا لا يعني ترجيح لا يعني هنا يقرر الحكم فقط لا يقرر الحكم ايش هو ما هو لا يقرر بانها انه يلحق له هنا الاحكام اجاب على السؤال الاول هل يلحق ولا لا يلحق فهنا قال انه يلحق لا يجوز لهم مجموعه من الحقوق والحدود اصبحت لا تجوز لهم لا تجوز ما لهم يعني ليست يعني عدم الجواز ليس من باب الشريعة وإنما من باب الزوج أيوة على كل حال هو الآن قال لا يجوز فيجوز لهؤلاء ما لا يجوز لأولئك بمعنى لهؤلاء لو فعلوا لالتحقوا بالصنف الثالث أي لو فعلوا الصنف الأول أي طبعا أي إحنا الآن في حقيقة أمام قسمين من حيث الأحكام الأول والثاني هذا شيء والثالث ولكن الآن فعلا عبارته تميل إلى لا نقول بأنه هو طبعا يقرر أن هذا القسم يعني يجوز له ما لا يجوز للقسم السابق ولكن هذا الأمر لا يفيد مثل ما أن هناك ترجيح الأشرط لم يرجح يعني سكت هو يقرر أحكام فقط أحكام القسم هذا القسم فلما قال والله أعلم
هنا كل شيء عندنا مداره على حكم الصنف، حكم المتنازلين عن حظوظهم. إذا الآن يعني بطريقة بإشارة يعني. إيه طبعا طبعا صحيح، هذه العبارات تضاف إلى الأخرى. هذه المسألة الرابعة. بقية المسألة الخامسة نمضي الآن، نمضي نمضي باختصار. المسألة الخامسة، إذن عندنا مسألتان اليوم، المسألة الرابعة أخذت أكثر مما كنت أتوقع. المسألة الخامسة هي أنه إذا وقع، قال العمل إذا وقع على وفق المقاصد الشرعية، فإما على المقاصد الأصلية أو المقاصد التابعة. هذا شيء طبيعي، ما دام هناك قسمان فالعمل إذا وقع سيقع إما على المقاصد الأصلية أو على المقاصد التابعة، وكل قسم من هذين فيه نظر وتفريع، فلنضع في كل قسم مسألة. إذن هذه المسألة الخامسة هي للنوع الأول، وهو حين يكون العمل على المقاصد الأصلية. والمسألة السادسة التي ستأتي أيضا وهي ذات شجون وفروع، يخصصها للعمل حين يقع على المقاصد التابعة، أي التي فيها الحظوظ الدنيوية العاجلة. إذن فإذا وقع، هذه هي مسألتنا، فإذا وقع العمل على مقتضى المقاصد الأصلية بحيث راعاها في العمل، فلا إشكال في صحته وسلامته مطلقا، ففيما كان بريئا من الحظ وفيما روعي فيه الحظ، لأنه مطابق لقصد الشارع في أصل التشريع، إذ تقدم أن المقصود الشرعي في التشريع إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله، وهذا كاف هنا. فإذا الإنسان حين يعمل على المقاصد الأصلية، هذا خلاص، هذا لا إشكال فيه ولا شبهة فيه، لأنه نعم، فهذا موافق لأصل المسألة ورأس هذا النوع كله، وهو إخراج المكلف عن داعية هواه. ينبني على هذا يعني فضائله وقواعده، هي مقصوده بتقرير هذه المسألة وبعقد هذه المسألة. ينبني عليه أمور، وهي قواعد في الحقيقة، خمسة أو ستة قواعد. القاعدة الأولى هي أن المقاصد الأصلية إذا روعيت، المقاصد الأصلية هي التعبد، هي المصلحة العامة، هذا للتذكير دائما. المقاصد الأصلية هي ما ليس فيه حظ، ما يفعله الإنسان لا لأنانيته ومصلحته القريبة والعاجلة، وإنما يفعله لله، ويفعله لأجل البشرية ولأجل الجماعة ولأجل الفقراء ولأجل كذا وكذا، هذه هي المصالح الأصلية. فإذا روعيت، إذا كان الإنسان في تصرفه في تجارته وكسبه ووظيفته ودراسته وحركته وإلى آخره، يراعي ويبني على أساس أنه يخدم المصالح الأصلية وليس الحظوظ، كان أقرب إلى إخلاص العمل وصيرورته عبادة، وأبعد عن مشاركة الحظوظ التي تغير في وجه محض العبودية. لا، هو على كل حال يصح الأمران إثارة الغبار أو لكن التغير هنا، هذا الذي أردت أن أشرحه، من المعاني الأصيلة لكلمة تغير. احنا عندنا في الدارجة نقول تغير فلان، تغير تبدل، لا مش ليس تبدل، تغير هي قلق وضجر وأصابه كذا، ويقال في الماء تغير، إذا كان في أسفله شيء من الوسخ ففعلت هكذا، فتغير الماء، أصابه كدر، هذا معنى التغير، وهذا هو المعنى الأصلي الأول لكلمة التغير. ولذلك يقال الأغيار، تجنبا للأغيار، الصوفية يستعملون هذه العبارة. ما هي الأغيار؟ هي أن تشوش على الإنسان نزعات ورغبات ومثبطات، تسمى الأغيار، أو تشوش على عقيدته وتوحيده وتوكله، تسمى الأغيار. ولذلك أحيانا تقرن الأغيار مع الأكدار، ما يكدر،
فإذن هذا فإذن تغيير سلبي عندك. لا هذا الأصل. هذا يعجب أصحابنا. لأن بعضهم فسر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما. لا هي السياق اللي جات فيه صحيح. دائما سلبي. لا دائما لا بدليل تغيير المنكر. مع التغيير عن الأصل. طبعا لا هو فعلا يتمسكون بالمعنى الأصلي ولكن لا يلاحظون أن الكلمة يكون لها استعمالات متعددة. فالتغير صحيح معناه الأصلي هو هذا أن الشيء يكون صافيا هادئا فيتغير أي يتشوش ويختلط ويتسخ ويضطرب، هذا معنى التغير الأصلي. لكن استعملت في التغير من السيء إلى الحسن كما في تغيير المنكر وغيره من الاستعمالات. فإذن هنا هذا هو المقصود، مشاركة الحظوظ التي تغير أو تغبر لا مانع في الله أعلم، إن الفرق منعدم في المعنى وفي ناحية الرسم تقريبا أيضا الفرق نقطة واحدة. إذن هذا الشيء الأول لا نطيل فيه لأن وقتنا ضاق، أنه الإنسان حينما يبني أعماله وتصرفاته على المقاصد الأصلية خلاص يسد الباب على هذه التطلعات والمشوشات والنزغات، نزغات النفس والشيطان، خلاص هو يبني يقوم ويقعد وينام ويستيقظ ويتحرك ويدرس ويعمل ويكسب، كل هذا يستحضر أنه أساسا يخدم الدين ويخدم الأمة ويخدم الجماعة ويخدم البشرية ويتقرب إلى الله إلى آخره، بينما طبعا ضمنيا مصالحه حاصلة، هذا لا ينفي هذا، لكن حين ينطلق من هذا يشتغل مع الله ويبقى في سموه ورفعته. فإذا اكتسب الإنسان امتثالا للأمر أو اعتبارا بعلة الأمر، سواء بمعنى قال الله تعالى أمر بهذا أن أفعله أو قال إن الله تعالى يريد أن أنفع العباد، إذن هنا دخل في نوع من التعليل، في جميع الحالات النتيجة واحدة، أنه يعمل لأمر الله ويفعل لنفع العباد. وقد يتسع نظره فيكسب ليحيي ما شاء الله به ما شاء الله، يعني قد يكسب لينفع فقراء بلده أو كذا مستوى، لكنه قد يقول أنا أكسب ويفعل الله بهذا الكسب ما يشاء وينفع من عباده من يشاء، هذا وسع أفقه وحصن إخلاصه بدرجة أكبر. قال وهذا أعم الوجوه وأحمدها وأعودها بالأجر، بل أكثر من هذا، ذكر في أظن هنا ولا في مكان ما أنه حتى لو قال لأنفع المخلوقات كلها إنسها وحيوانها ولا أقول وجنها ما نعم قصده الإحياء النفوسي على الجملة. أي نعم لا في مكان سمى حتى الحيوان. إذن فهو وقصد أن ينتفع بيسيره هذا الكسب القليل عالم كبير لا يقدر على حصره، وهذا غاية في التحقق بإخلاص العبودية، ولا يفوته حظ من حظه شيء، بمعنى هذا لا النهاية هو لا يخسر بهذه النية العالية شيئا، بخلاف مراعاة المقاصد التابعة فقد يفوته معها جل هذا أو جميعه، لأنه إنما يراعي مثلا زوال الجوع أو العطش أو البرد أو قضاء الشهوة أو التذذ بالمباح مجردا عن غير ذلك، وهذا وإن كان جائزا فليس بعبادة ولا رعي فيه قصد الشارع الأصلي وهو منجر معه إلى آخره. هذا القاعدة الأولى، أنه الإنسان حين يبني أعماله وحياته وتصرفاته على المقاصد الأصلية يضمن الرفعة والسمو والإخلاص والبراءة من المكدرات والمغيرات. الثاني فصل آخر، ويظهر من هنا أيضا أن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات. إذن هذا مكسب آخر أو قاعدة أخرى، أن البناء على المقاصد الأصلية والمقاصد التعبدية
يصير الأعمال كلها عبادات، سواء كانت أي في أصلها من قبيل العبادات أو العادات، لأن المكلف إذا فهم مراد الشارع من قيام أحوال الدنيا وأخذ في العمل على مقتضى ما فهم، فهو إنما يعمل من حيث طلب منه العمل، ويترك إذا طلب منه الترك، فهو أبدا في إعانة الخلق على ما هم عليه من إقامة المصالح باليد واللسان والقلب. إذن يده ولسانه وقلبه كما فصل في ذلك مسخر، كل ذلك مسخر لعبادة الخلق لخدمة الخلق، إذن فهو بهذا يكون في عبادة دائمة. بل لا يقتصر على هي هذه اللي قصدت، بل لا يقتصر في هذا على جنس الإنسان، ولكن تدخل عليه الشفقة على الحيوانات كلها حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن، وليس فقط بالحسن بالحسن، حتى لا يعاملها إلا بالتي هي أحسن، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في كل ذي كبد رطبة أجر، وحديث تعذيب المرأة في هرة ربطتها، وحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم، إلى آخر الحديث. فالعامل بالمقاصد الأصلية عامل في هذه الأمور في نفسه، عامل في هذه الأمور في نفسه امتثالا لأمر ربه واقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تكون تصاريف من هذه سبيله عبادة كلها؟ وبالعكس، وإن فرضناه قام على حظه من حيث أمره الشارع، فهو عبادة بالنسبة إليه خاصة، في أحسن الحالات تكون عبادة إذا نوى بها طاعة الله، لكن نوى نفسه فقط وحظه، فذلك عبادة بالنسبة إليه. و فرضته أو كذلك فهو خارج عن داعية حظه بالنسبة، وإن فرضته كذلك فهو خارج عن داعية هواه بتلك النسبة فقط، بينما الآخر خرج عن داعية هواه بالكلية. نعم، فهو خارج عن داعية بتلك النسبة اللي هو امتثال الأمر الشرعي. نعم، امتثال الأمر الشرعي، لكن وجهته نفسه وحظه. نعم، كذلك مما يبنى على هذه المسألة أن البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب، وطبعا أجر الواجب أكثر من أجر المندوب كما هو أحب إلى الله. بس هل هذا مبني على كلامه أنه يعني؟ لا لا، هذا مبني على 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 شيء آخر ذكره هنا مختصرا، وذكره في كتاب الأحكام مفصلا، وقد أشرت إليه أكثر من مرة، وهو أن المندوب بالجزء يصير واجبا بالكل. إذن هو الآن لا يفعل هذه المندوبات والمباحات، لأن حتى المباح بالجزء قد يصبح واجبا بالكل. لا، الإنسان في هذه الحالة حين يتزوج، الزواج ما حكمه الجزئي؟ حكمه الجزئي مباح مندوب، لا نستطيع أن نقول غير هذا. لكن إذا نظرنا بالكل، النظرة الكلية، الزواج من أعظم الواجبات ومن أعظم الفرائض ومن أعظم العبادات ومن أركان الوجود ومن أركان الحياة، فالإنسان الذي يشتغل على هذا المعنى صار عمله واجبا. إذن فهو يقوم بالوجوب الكلي، الزواج حكمه الوجوب الكلي، أما من حيث الجزئية فهو مندوب أو مباح. كذلك الإنسان كسب المال، كسب المال في حكمه الجزئي فهو مباح، وحتى مندوب لا نستطيع أن نقولها. كسب المال وتكثيره وصيانته وحفظه وحراسته والدفاع عنه، كل هذه مباحات، لكن حين ننظر إلى المسألة نظرة الكلية يصبح واجبا. نقول نحن نحفظ نعمة الله ونحفظ سر الحياة ونحفظ وسيلة لا غنى عنها ونبني ونفعل ونفعل إلى آخره. فإذن فهذا مقصوده، أن الأعمال حينما يفعلها الإنسان مستحضرا المقاصد الأصلية والنظرة الكلية تندرج أعماله، يصبح قائما بواجب كفائي، والقيام بواجب كفاية أو عيني أفضل وأحب إلى الله وأعظم أجرا من القيام به كمندوب أو كمباح. في المباحات فقط، الإنسان في الحياة، في حياة تصرفاته الشخصية، معظم هذه الحظوظ هي مباحات،
أو مندوبات في بعض الأحيان. فإذا نظر النظرة الكلية والمصلحة العامة في إقامتها وأنه يسهم في ذلك وأنه قائم وخادم له فقد دخل في مرتبة الوجوب فصار عاملا. وقال وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء، هذا يقصد يشير إلى كتاب الأحكام، وقد تقدم أن غير الواجب بالجزئي يصير واجبا بالكل، وهذا أي الذي يعمل بالمقاصد الأصلية، وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله، فقد صار عاملا بالوجوب. القاعدة الرابعة المتفرعة عن هذه المسألة، مسألة العمل وفق المقاصد الأصلية، قال ومن ذلك أن المقصد الأول إذا تحراه المكلف، أن المقصد الأول أو المقصود الأول كما يقول المالك، وهو على كل حال المقصود الأصلي، المقاصد الأصلية، إذا تحراه المكلف يتضمن القصد إلى كل ما قصده الشارع في العمل من حصول مصلحة أو درء مفسدة، فإن العامل به إنما قصده تلبية، إنما قصده تلبية أمر الشارع، إما بعد فهم ما قصد وإما لمجرد الامتثال، وعلى كل تقدير فهو قاصد ما قصده الشارع، أي كل ما قصده الشارع. وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد وأولها وأولاها كما قال سابقا، وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ، كان المتلقي له على هذا الوجه آخذا له زكيا وافيا كاملا غير مشوب ولا قاصر عن مراد الشارع، فهو حر أن يترتب الثواب فيه للمكلف على هذه النسبة وعلى هذا الحساب. إذن حين يقصد الشارع أو المكلف عفوا يقول إما يقصد المقاصد الأصلية بعمومها، وإما يقصد ما قصده الله تعالى، كل ما قصده الله تعالى، بمعنى لا يوجه الأحكام إلى نفسه فقط ولو كان ذلك جائزا له. فحينئذ جميع المقاصد الممكنة شرعا والممكنة واقعا تصبح داخلة في نيته وعمله، فيتسع أجره ويزداد ثوابه كما قال، فهو حار أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة. إذن جميع المقاصد تصبح داخلة في عمله بمجرد هذه الروح وهذه النية، يعني كمال الأعمال. نعم، رعاية المقاصد الأصلية كمال الأعمال، المقاصد الأصلية متضمنة لكل الباقي كله تابع، بينما لو نظر الإنسان إلى المقاصد التابعة فاتته المقاصد الأصلية. إذا نظر إلى المقاصد الأصلية دخلت كذا، إذا نظر نظرة كلية دخلت الجزئيات، إذا نظر نظرة جزئية فاته الكثير من الجزئيات. هذا هو، وأجره يترتب على هذا. عملين ممكن هذا، عملين سهل جدا. كل ما تأكل، كل ما تنام، كل ما تتريض، إيه، ثم هو لا يحتاج كما في العبادات إلى نية متكررة وكما قال الشافعية تتلفظ بها، ولا يعني هذا استقرار في نفسك وتوجهك وإرادتك وإلى آخره. ولكن له كاشفات، ها؟ لا، مثل ما ذكر الشرع، وأن يكون مصداق ذلك في عمله. يعني لما دائم تكون أمامك وجبة يعني لذيذة شهية هكذا، لا تنوي الثلاثة، خليك ما تحاسب على وجبة، تحاسب على الجملة. تحاسب على الجملة، قول نحن نستمتع بهذا لنفعل ولنشكر الله تعالى وإلى آخره. وفي مسألة فاتت على الجميع لم يعلق عليها أحد. طيب، وهي أن موضوع الزواج ما أنه واجب في القصد الكلي، فكل ما تعدد الزواج يكون أكثر قوة في الإجابة في تحقيق الوجوب. هذا كله هي مسألة فقهية بحتة، سكت البهرون والبقرة. لا، هو على كل حال يدخل فيها القصد،
هل تعدد لأجل الرغبة الشخصية والحظ الشخصي؟ إذن خرج الآخر أم الآخر موجود؟ نعم. إيه ماذا بقي؟ ومن ذلك أي نعم هذا أيضا. ومن ذلك أن العمل على المقاصد الأصلية يصير الطاعة أعظم، وإذا خولفت كانت معصيتها أعظم. أما جانب الطاعات قريبا هو تقدم، فلا جديد في أنه حينما تعظم مقاصدك تعظم طاعتك، تصبح أنت في خدمة البشرية لا في خدمة ولدي أو بنتي أو كذا، مع العلم أن ربما أنت جهدك كله يأخذه ولدك ووالدك، ولكن أنت في النهاية قصدك هو هذا، ونيتك وطموحك ونفس وهمتك متجهة، فتعظم فعلا تعظم الطاعات عند الله تعالى. لكن الآن يضيف الوجه الآخر، وهو أنه أيضا المخالفة الكلية والمخالفة حين تتجه وتصيب بضررها المقاصد الأصلية أيضا تصبح من الكبائر، كما سيأتي في الفصل الأخير أيضا تقريبا هو نفسه بتعبير آخر. فإذا يعظم الأجر ويعظم الوزر، يعظم الأجر بخدمة المقاصد الكلية والتوجه إليها وقصدها، ويعظم الوزر فيما يصيبها بالخرق والهدم والضرر إذا توجه إلى المقاصد الكلية، وإذا توجه إلى المقاصد الأصلية إذا كان الضرر. وهذا ما بنى عليه الفصل الأخير هو الذي قال فيه، ومن هنا تظهر قاعدة أخرى والحقيقة تكاد تكون هي أن أصول الطاعات وجوامعها، أن أصول الطاعات وجوامعها إذا تتبعت وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية. أمهات الطاعات وأمهات الفرائض إذا تتبعناها وجدناها أن مدارها على المقاصد الأصلية، وبالعكس كبائر الذنوب إذا اعتبرت وتتبعت وجدت في مخالفتها، أي فيما يخالف المقاصد الأصلية. ما يخالف المقاصد الأصلية عادة هذه هي الكبائر، هذا ميزان مقاصدي مصلحي، وله تفصيل أكثر في هذا الكلام، لهذا الكلام لا أدري هل في الموافقات أو في الاعتصام، ولعله في الاعتصام، الراجح أنه في الاعتصام. أوضح أن بتعبير أكثر وضوحا أن الأركان والفرائض الكبرى في الدين هي التي تعود، هي التي تتعلق بحفظ الضروريات، والكبائر والمعاصي الكبرى في الدين هي التي تنقض هذه الضروريات الخمس. هذا الآن أتذكره بجزم، وأنه في الاعتصام. يمكن ينبني على هذا وجهة نظر من ربطوا بين الحدود والمقاصد. إيه هو الربط بينهما صحيح، نعم، وهو على هذا الأساس لا هو نفاه، هو أوسع، لا هو فقط الذي ينتقد هو الوقوف عنده، هذا عدد، لا عدد كبير، لا أقول لا يحصى، يمكن أن يحصى من الأصوليين إذا مثلوا لحفظ الضروريات أتوا بالحدود، لا أقل ولا أكثر، هذا يتمثل فيها. لكن إذا ذكر هذا ضمن غيره، بل ذكر في رقم 10 أو 20، حينئذ يستقيم الكلام، لأنه أولا هذا الإتيان بالحدود كوجه من كوجوه لحفظ الضروريات الخمس، الاقتصار عليه أولا يسقط ما يسمى بالحفظ الوجودي، حفظ المصالح من جانب الوجود. الحدود لا تحفظ المصالح من جانب الوجود، تحفظها من جانب العدم، بينما الحفظ الأول هو وجودها أولا. فالآن حفظ النسل ليس هو بالرجم والجلد للزنات، لا، هو أولا كيف نوجد هذا النسل. إذن هو الزواج، هو الحضانة، هو كذا هو كذا، هو الأسرة إلى آخره، وهذا كله غير الحدود. كذلك حفظ المال، حفظ المال يقولون حد السرقة،
طيب وأين المال أولا؟ العمل. أين المال أولا؟ وبعدين نأتي للسارقة. هذا هو الإشكال. وطبعا هذا هناك شيء يمكن أن نسميه بكسل الأصوليين. كسل الأصوليين قد يفسر لأن تكرير الأمثلة نفسها لا يعني يفسر بمعنى لماذا كسل الأصوليين. هناك كسل واضح عند الأصوليين، كل واحد يعيد ما قاله الآخر، نفس العبارات نفس الأمثلة، وأحيانا المثال الواحد يكرره 10 أو 20، لا أحد يأتي بمثال آخر، وقد يكون المثال ضعيفا ورديئا ومع. إذن هناك كسل الأصوليين. من كسل الأصوليين أنه الذي بدأ الجويني أو الغزالي أو أبو الحسن العامري ذكر كذا، فهم ويعتبرون ذلك كافيا يحقق المقصود، توضيح مثال لتوضيح المسألة، والأمر على كل حال ليس كذلك. مش بس الأصوليين، لا احنا موضوعنا الآن وكان عند الأصوليين بشكل قوي، وعلى كل حال هؤلاء أصحابي، أنا تحدثت عن أصحابي. ثم الموضوع موضوعنا الآن هو موضوع الأصوليين. أمثلة كذلك خيالية، لا أمثلة خيالية، لا أي فافتراضية. صحيح صحيح، تفضلوا. هذا تلخيص، على كل حال تلخيص. دائما نحن لو أردنا أن نفصل ما احتجنا إلى سنوات. نعم. القاعدة المقام الأخيرة. نعم. يصير الطاعة أعظم والمعصية كذلك أعظم. يمكن من أهم ما يترتب على التمييز بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية، يعني باعتبار أن رعاية المقاصد الأصلية هو إصلاح عام. صحيح. خلال بها وخرمها هو إفساد عام. نعم. هذا جوهر. ولهذا من هذه القاعدة ضامرة في الفكر الإسلامي. أيوة. يعني مثلا تزوير انتخابات وتبييض خلافات. كثير من أهل الإعلام مثلا. نعم. كثير من أهل الإعلام. إيه. ممن يخرمون المقاصد الأصلية. حياتهم لا يخرمون المقاصد الأصلية. لا احنا الاشكال الان عندنا مع الفقهاء، هؤلاء من اتى على اصله فلا سؤال عليه، لكن عند الفقهاء بحاجه الى هذه الاشاعات وهذه الايضاحات، هم التوازن يرجع عندهم، يرجع لان اذا غاب التوازن عند الفقهاء واصبحوا تبعا للاعلاميين والسياسيين وللعوام في تقدير في النظر الى المصالح والمفاسد، هذه هي المشكلة. هذه هي مشكلة، لأن احنا نتحدث عن الدين، ومن يمثل الدين؟ الفقهاء. فحينما تجد عند الفقهاء المصالح الكلية الكبرى غائبة أو ضامرة، وتجد المفاسد الكبرى والخطيرة أيضا مهونة، المشكلة هنا عند هؤلاء. وبالله التوفيق وآخر دعوة.